تمام استاذ عصام، رايك برضو في البيان 8 نقاط لجنه لاداره هذه الازمه برئاسه الكابتن محمود الخطيب وعضويه الاستاذ ياسين منصور والاستاذ مصطفى مراد فهمي وكابتن حسام غالي وكابتن والاستاذ عمرو شاهين والمدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي ثم المستشار القانوني لشركه كره القدم. اعتقد لجنه قادره ان هي تدي مجلس الاداره او تقول اقتراحاتها لمجلس الاداره ومجلس الاداره ياخد قرارات. تدي مجلس الاداره بالورقه والقلم او هنقول بقى تكتب له على البورد والوورد نقطه نقطه كل في مجاله، هذا يرتب للقانونيات وهذا يرتب لما هو رؤيه لكيف ستكون جماهير الاهلي هناك كشركه سيد ياسين منصور ولو صولات وجولات. ايضا هتلاقي من بقى مصطفى مراد فهمي والاعلام لا تعرف بما له من خبرات وعمرو شاهين معه ايضا مش بس مزبوط. في العمل الاداري الافريقي لكن كمان في الاعلام الافريقي فقد تولى جزء من ده في الكاف وكانت يعني شخصيات منوره للاتحاد مش عشان مصريين ومن ثم كل في مكانه كابتن حسام غالي ومزيد من الخبره وايضا يكون ربط مع الفريق ومع مزبوط. الشركه ومع مجلس الاداره في نفس الوقت كابتن محمود الخطيب ومع المدير التنفيذي عصب الموضوع يرتب كل شيء والملفات توضع والمستشار القانوني لحظه بلحظه والمستشار القانوني يدرس قانونيتها جمعاء لينتهي الحوار. الاهلي واستاذ جمال قال حين تكون مسؤول ومش اي مسؤول، انت مسؤول عن الاكبر عن الاهم عن قاطره يعني هي النادي الاهلي لا يمكن ابدا ان تنصاع لرغبات هي في يعني قلوب جماهيرك زي بالظبط من يريد ان يصل يعني مشوار على مسافه الاسكندريه مثلا فيقول لك سوق ولا يهمك طير، لكن لو انت قعدت على القياده بالظبط ومعاك ارواح في العربيه والقياس مع الفارق طبعا هتكون حريص على حزام الامان حريص على الوصول بالظبط وبالتالي انت معاك النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يعرف الانسحاب، النادي الاهلي في قرابه ال 20 سنه يعني البطوله دي من 65 وده اللي لازم نقوله الجمهور الاهلي والشباب منهم في القلب. الاهلي شارك اعتقد 76 اول مره استاذ جمال ثم عاد ليشارك 82 ثم حجبت عنه بطوله بتحكيم يعني غير عادي وقتها طبعا لدرجه ان الراجل قال له نزل الرايه بعد ما ماهر امام شالها في ايده علشان الراجل قال الاوفسايد وكان ساعتها بس استشاري الراي ثم عاد ليشارك مره اخرى حين اعلن الكابتن صالح سليم رحمه الله وهو من هو حتى الكابتن صالح ما قالش الاهلي ينسحب قال الاهلي سيتوقف عن مواصله اللعب اعتراضا على اشياء اعتراضا على واحد اثنين ثلاثة معينة. للتصويت وظروف اخرى ما انا بقول لحضرتك الى ان حضرتك فاكر الى ان تنصلح ظروف الاتحاد الافريقي الكاف التي شاركت مصر ومع اثيوبيا والسودان في اخراجه للعالم الكروي وبالتالي الليلة المشهد يعيد نفسه مرة أخرى لكن الأهلي يعني حتى الشباب كنت شايف كوميكس من قرابة الأسبوع كده بيقول ادينا إيه ادينا فار حر حاجة كده والأهلي يلعب في النار يعني صحح للفار الأهلي يلعب في النار طبعا النار أو الجحيم ليست المغرب وليس الوداد وليس الشعب عموما وما يحدث وهناك يعني ما يقال عن يعني الكلام بتاع الحكماء أكلنا يوم أكل الثور الأبيض إذا كان الوداد ورجاله يعوا تماما أن ما يحدث مع النادي الأهلي ما يطولهمش بعد فترة يبقوا هم مش هنا يبقوا هم في أضغاث أحلام حرب الكاف الآن هي سيطرة موزعة بين الشرق والشمال والجنوب والغرب وكلهم يروا أن الشمال كان أكثر حظوظ وأنا بقول للأخ فوزي لقجع حاسب أنت الآن تقود صحيح لكن الرجالة جايالك من الثلاث مناطق الأخرى وعايزين حقهم والتجربة المصرية ماثلة في النهاية علشان حضرتك عاوز نقول كونكلوجن الأهلي لابد أن يعظم الجميع قراره خاصة أنه بينه وبين الدولة اتصال دائم لأنه النادي الأهلي من مصر ما حدش قال الأهلي مصر ولا الزمالك مصر وبالتالي هناك دولة في ظهرك الأهلي كمان ضمن المنظومة اللي الجمهور ما يعرفهاش هيبقى عنده جارانتي للتأمين الأهلي سيطالب بأنه تأشيرات مفتوحة وأنا وحضرتك كنا في روسيا وشفنا في مباراة فيها 43 ألف 39 ألف مصري مرات مصر والسعودية وبالتالي يستطيعوا أن يصلوا لكن اديني العدالة واديني نفس الظروف أي واحد يذهب
إلى قنصلية الشقيقة المغرب في أي دولة في العالم عليك أن تسهل له الظروف لنصف الملعب. القرار ليه زي ما بيقولوا حيثياته إن يعرفها الجمهور سيكون يعني حاسس يعني أنا أهلاوي. صدقنا كابتن إسلام بتعامل معاك إن أنت الجمهور يعني. لا طبعا ما أنا دي الحقيقة دي الحقيقة طبعا لأنه أنا في النهاية عايز أقول للجمهور صدقني لما تعرف الحيثيات الأهلي حزم الموضوع واللي ما شافش بكاري جسامة النهارده مش لوحده يعني مش ممكن. مش عايز اتكلم في النقطه دي دلوقتي يعني ما اقصدش يعني نداله الناحيه الثانيه مع نهضه بركان ومزيمبي بس وجوميز نفسه برضه هنا بنتكلم عن التحكيم الافريقي ما انا بقول كده ده هيبقى ليه قصص يعني ما حدش بينقص حد. خلي بال حضرتك برضه لانه انا بعد بكره ان شاء الله في اجتماع للجنه اداره الازمه ايوه كابتن محمود الخطيب مصطفى مصطفى مراد فهمي هشام غالي كابتن ياسين منصور استاذ عمرو شاهين استاذ عمرو شاهين المستشار القانوني للشركه وطبعا الدكتور سعد شلبي هم دول اللي هيبقوا موجودين ان شاء الله يوم بعد بكره ونشوف بقى ايه اللي هيحصل خلال هذا الامر. وبالتالي اوعى جمهور الاهلي ما يعيش ان اللي عمله الاهلي ده وحط دي سبوت وانا ما اعرفش ازاي ممكن ننتج شريط في دقائق لخطايا خطايا يعني مش عايز اقول بلاوي بين تنصيص يعني التحكيم ونعرضه كده لوجه الله ده كده ما ده النهارده عمال يعني عمالين يقولوا لي حاجات غريبه حاجات ورا بعضها كده على مدار مثلا نجيب 10 سنوات كده ونروح قايلين ايه يا فيفا يا فيفا يا يوفا يا جنوب امريكا يا استراليا كونكاكاف الحقونا. وبالتالي لن يستطيع حكم ان يفعل ما كان يجب ان يفعله لكن حذاري بس.